أأنت محمد النبي المزعوم؟ تأدب يا رجل، فأنت في حضرة رسول الله. شاهنشاه ملك الملوك كسرى قد كتب إلى الملك بازام يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك، وقد بعثني إليك، فانطلق معي، فإن فعلت توسط لك الملك بازام ليعفو عنك، وإن أبيت فسيهلكك ويهلك أهلك ويخرب بلادك. ماذا تقول يا رجل؟ أجننت؟ أهلكك الله أنت وكسرى وأعوانكم. هدأ رسول الله الرجال المسلمين وأخبر الرجلين بأن يعودا إليه في الغد. وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء، فعلم أن ملك كسرى يزول استجابة لدعوته صلى الله عليه وسلم، حيث قام شيراويه ابن كسرى بقتل أبيه واستولى على عرشه. فدعا رسول الله الرجلين وأخبرهما وطلب منهما أن يخبرا بازام بالأمر، وأن يقول له إن دينه سيبلغ ملك كسرى وينتهي إلى منتهى الخف والحافر.